September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. السلام عليكم طفيلات، شحالكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى راكم تعودوا بخير وعلى خير، وانتم تشاهدوا هذا الفيديو، فيديو جديد على القناة. نتمنى عنه ينال اعجابكم الطفيلات. وبالنسبة للفيديو اليوم ليعود مختلف عن الفيديوهات اللي قد تطرحت في القناة. فيديو اليوم ان شاء الله اللي نشارك معكم بعض المنتوجات للعناية بالبشرة، ما هم عطور وما هم ميك اب، فقط منتوجات للعناية بالبشرة. لا انتم مهتمين بالجزء الثاني ان شاء الله من العطور، ولا لا تبغون نشارك معكم ميك اب، ما عليكم الا تخلوها لي في التعليق وان شاء الله نشارك معكم جزء ثاني. وضرك نتخطاو للمنتوجات اللي بغيت نشارك معكم، هذو المنتوجات الطفيلات اللي انا استعملت وجبرت عليهم نتيجة زوينة واخترت عني نشارككم معكم في هذا الفيديو. اول شيء اللي نشترك معكم ان شاء الله هو هذا غسول الوجه اللي راني فت طرحته معكم في القناة وقلت لكم عنه روعة، والحقيقة الطفيلات روعة، يعني ما استغنى عنه، منظف رائع. يعني منين تعدليه لوجهك مباشرة، منين تغسلي وجهك كتحسي بواحد النظافة وواحد الإشراقة، سبحان الله بحال اللي عدتي مع دلا ماسك. ننصحكم به الطفيلات وجربوه وحكموا، وثمنه ملي كيبقى معقول 5 أورو تقريبا. بالنسبة صراحة يعني النتيجة عقب مني كتغسلي، أنا صراحة هو اللي عدت كان عدل. جربت منتوجات ثانيين ولكن ما هم كيف هذا الحقيقة، جربوا وراكم اللي تحكموا راسكم إن شاء الله. وثاني شيء طفيلات، وثاني منتوج طفيلات اللي نشترك معكم هو هذا المنظف ديال المكياج من نفس لامارك كارني. صراحة كان عندي الغوز ومؤخرا جربت هذا اللي فيه الزيت كيف تشوفوا. شي نقولكم طفيلات، زوين، منظف رائع، كيقلع يعني المكياج، خصوصا الطفيلات اللي يستعملوا العكورة مات. نعرف على العكر مات ولا ماتي، يعني كينقلع بصعوبة باش ينقلع عنا، هذا الطفيلات بسهولة اللي ينقلع لكم. بالإضافة لعنه كينظف حتى كيخلي واحد يعني رطوبة، يعني حتى هو منظف وفي نفس الوقت كتحسي عنه كيرطب البشرة. انا صراحة جربته مؤخرا وعجبني، زوين، وثمنه ملي كيف قلت لكم راه ما هو يعني ما هم هذول اصلا، هذو المنتجات اللي حطيت لكم مدرك تقريبا ثمنها مناسب، يعني ما هي شي اثمنة اللي طالعة. المهم طفيلات ننصحكم به، زوين، منظف، وكيف قلت لكم في نفس الوقت مرطب. وثالث منتوج نبغي نشترك معكم وهو هذا كونتر سولاي من لاغوش بوزي كيف تشوفوا. صراحة الطفيلات عاد لي عامين تقريبا وانا نستعمله، زوين، ما هم دوك لي كريم سولاي اللي تحسوا عنهم ثقال، والله يعني كيعدل واحد الطبقة ثقيلة على الوجه ولا مدسمة. حتى كاينين بعض من كريمات اللي كونتر سولاي كتحسي عنهم كيدخنوا البشرة. نوع الطفيلات هذا زوين، ننصحكم به. انا هون قابلته بالكولور، تبدو انتم تقبضوه بلا كولور. ننصحكم به الطفيلات، خفيف وزوين، وانا صراحة واثقني واخترت عني نشاركه معكم. والمنتوج اللي بغيت نشترك معكم ندركه هو مزيل العرق من دوف كيف تشوفوا بريحة الخيار. وصراحة الطفيلات انا عاد لي مدة من الزمن كنت نستعمل سانيكس، وشي نقول لكم مفعول وزين وريحته زينة الحقيقة. الى مؤخرا سمعت شي من الطفيلات شاكرات هذا دوف بالخيار، وش نقول لكم ريحته روعة الطفيلات، جربوه وحكموا بروسكم. وكيف تشوفوا ضروري عني عود بالخيار، لان كان عندي دوف العادي صراحة انا ريحته عادية، يعني ما فيها يعني ما هو ما الى له. جربوا هذا الطفيلات بالخيار، ريحته روعة. وثاني شي الطفيلات نبغي نشتركوا معكم وهو هذا نيفيا سوفت كيف تشوفوا. تقريبا كل شيء عارفها، عدت نستعملها مؤخرا، زوينة في الترطيب، كان رطب بها حتى وجهي وكان رطب بها حتى سابق المكياج، زوينة الطفيلات ننصحكم بها. المنتوج الثاني اللي بغيت نشترك معكم بالنسبة لترطيب الوجه هو هذا لغوز موسكي ولا الروسا موسكيتا، زوين طفيلات في الترطيب،
كاين اللي يقول عنه كي حيد حتى لي مانشاس والاثار القديمه اللي كتكون في الوجه. انا صراحه ما لاحظت حتى شي تغيير، يا غير بالنسبه للترطيب الطفيلات زوين، كتحسي به كيرطب. كيف شفتوا القلعه راهي تقريبا كملت، بقى فيها لا شوي، وننصحكم به الطفيلات. وثمنه اللي قلتو في الفارماسي تقريبا 13 أورو 14 أورو، ما تليت عقله بالضبط. المهم بالنسبه للطفيلات اللي باغيات الترطيب ننصحهم بهذا الزيت. اللي نشارك ملي معاكم بالنسبه للبشره هذا الاكسفولينتي والله المقشر من ميركادونا. كيف تشوفوا اكسفولينتي بالكوك زوين صراحه، ديال الجسم كامل، يعني كتعدليه عقب الدش. هو هذا بالكوك وبالزيت ديال جوجوبا، زوين صراحه، وحتى ريحته زوينه، يعني كتستعمليه عقب الدش كيخلي واحد الترطيب زين. طفيلات ننصحكم به اللي تجبروا في ميركادونا. وبالنسبه للطفيلات اللي ساكنات يعني في المناطق الجنوبيه، الحمد لله هذه البرودوي ولا هذه المنتوجات ديال ميركادونا راهم عادوا متواجدين تم، يعني تقدروا تجبروا عند اي بوتيك ديال الماكياج. وننصحكم به الطفيلات زوين، كيف قلت لكم ريحته زوينه، كيخلي واحد الريحه زوينه في الجسم بالاضافه للترطيب. ودرك طفيلات بغيت نشترك معكم هذه الكريمة ديال ليدين، كيف تشوفوا من نيفيا بزيت الزيتون، صراحة زوينة في ليدين، ننصحكم بها الطفيلات. وبالنسبة اللي بغيم طفيلات ديال الجلد ولا معطرات الجلد، ننصحكم بهذا الطفيلات من ميركادونا. وكيف قلت لكم الطفيلات اللي في المناطق الجنوبيه راه هذا الشيء ديال ميركادونا عاد متوفر، ثمنه يعني ما هو غالي وزوين. الطفيلات كمعطر للجسم الحقيقه زوين، استعمليه عقب الدوش من الدوشي وتعدلي، تقدري حتى تستغني عن لي بارفان ولا عن العطور، هذا فقط ريحه الطفيلات زوينه، ننصحكم به. وكيف قلت لكم ثمنه مناسب. ونبغي نشارك ملي معكم هذا الزيت ديال اللوز اللي تجبره في ميركادونا، زوين الطفيلات كيف شفتوا قرعته ما شاء الله راهي كبيره وثمنه معقول. هذا الطفيلات الزيت تقدري تستعمليه للبشره، في واحد الريحه زوينه، انا نستعمله حتى للصغار ولا للشعر. وتقدروا ملي تستعملوه في الماسكات وفي القماج وفي ياسر من الامور، وننصحكم به الطفيلات زوين وفي واحد الريحه رائعه. وبغيت نشارك معكم هذا المنتوج اللي هو لاسير اللي تجبروها في ميركادونا، زوينه الطفيلات الا استعملتوها الا جربتوها، اللي تما دائما تستعملوها كتجي على هذا الشكل. هون عندنا لاسير وهون عندنا هذه الماكينه باش كنخدموا، اللي تقدروا فقط يعني هي كيف تشوفوا ذلك راهي مع الحراره راهي مرخيه، كتعدلوها في بان ماري ولا في حمام مريم وكتخدموا بها. وكيجوا معها حتى هذوك الباندات اللي تستعملوا معها ولا الاشرطه. شفتوا الطفيلات كيجوا معها هذو الباندات اللي كتستعملوا معها، زوينه الطفيلات ننصحكم بها بالنسبه لليدين. المهم طفيلات كيف شفتوا كتقدروا تستعملوها للجسم كامل، تقدروا تستعملوها حتى للوجه، زوينه الطفيلات الا جربتوها ما تليتو لي تستغناو عنها. كيف قلت لكم اللي تجبروها في ميركادونا وثمنها جد جد مناسب، يعني رخيصه ومفعولها زوين. واخر شيء الطفيلات نبغي نشتركوا معكم هما هذو لي ماسك اللي راني فت اشتركتهم معكم في واحد الفيديو، وقلت نشتركهم معكم مره ثانيه بالنسبه للطفيلات اللي ما شافوا الفيديو ولا بالنسبه للطفيلات اللي بحر التحقوا بالقناه. هذا الطفيلات من فلورمان، قلت لكم عنه يعني زوين، مرطب، كتحسي بواحد النظافه عقب مني تحيدي، معروف راه من لا مارك فلورمان. وثاني شيء هو هذا المنتوج اللي حتى هو اشتركته معكم، ثمن رخيص الطفيلات، هذا صراحه جبته معايا من العيون اللي تجبروه عند اي بوتيك ديال الماكياج، مفعول زوين الطفيلات، منين تعدلي كتحسي عنها بشرتك تفتحت، ويعني ماسك زوين الطفيلات ننصحكم به. سولوا عنه خلق اللي يعرفوا، كاين اللي ما يعرفوا، بالنسبه للطفيلات اللي ما يعرفوا سولوا عنه عند اي مول ماكياج ولا يتجبروا،
نعدلكم بحالها على حساب شي وحده الا بغات تسكريني. اخر شيء الطفيلات نبغي نشترك معاكم هما هذو الماسكات الطفيلات اللي كيبقاو عمليين. انا الصراحه كنستعملهم، ننصح بهم الطفيلات اللي يعني الطفيلات اللي عجزوا على الماسكات. بالنسبه لاتي عندك ما يعني مارقه على غفله ولا عجلانه وما عندك الوقت يعني تعدلي ماسك، ننصحكم باش يعودوا عندكم هذو الماسكات. وكيف قلت لكم عمليين وكيستعملوا يعني ما فيهم يعني قوه الخدمه ولا شيء. اول شيء الطفيلات هو هذا من ليدل بملح البحر الميت، جربت الطفيلات الزوين. ثاني شيء هو هذا ديال كربون رو، كل شيء يعرفه حتى هو نتيجه زوينه. وهذا ديال الكوك حتى هو الطفيلات يعني مفعول زوين وكيبقاو يعني حل سريع. وهذا الطفيلات اللي كيف تشوفوا على هذا الشكل كيجي ماسك، هذا كان حسانه صراحه كيعطي واحد الترطيب. المهم طفيلات ننصحكم بهم، طفيلات يعودوا عندكم كيبقاو يعني حل سريع و يعني تقدروا تستعملوهم في اي لحظه. وصلت عندنا مرقه بالعجله كيف قلت لكم والله الطفيلات اللي يعجزوا هذا هو الحل لكم. المهم طفيلات هون نعودوا لحق لنهايه الفيديو، نتمنى انه يعودنا لاعجابكم، نتمنى انه هذا النوع من الفيديوهات عجبكم. وكيف قلت لكم الى انتم مهتمين بالجزء الثاني من المنتوج. المهم طفيلات هون نعودوا لحقنا لنهايه الفيديو، نتمنى انه هذا الفيديو عدنا اللي عجبكم، نتمنى انه هذا النوع من الفيديوهات اللي يزيان عندكم. بالنسبه للطفيلات كيف قلت لكم الا انتم مهتمين بجزء ثاني خاص بالميك اب او بالعطور، ما عليكم الا تخلوها لي في التعليقات تحت وان شاء الله نعدل معكم جزء ثاني. المهم طفيلات نتمنى عنكم ما تبخلوا عليا بلايكاتكم، ما تبخلوا عليا بتعليقاتكم الزينه وحتى اقتراحاتكم. والطفيلات اللي اول مره يزوروا القناه ما تنسوا تفعيل زر الجرس باش يتم يلحقكم كل جديد. ونقول لكم خليتكم فمان الله الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.